صباح الخير، مرحبا بكم مشاهدي السودانية 24 في برنامج رشيد الطبية. اليوم هنتكلم عن علاقة الأسنان والصحة العامة للجسد. يعني الأسنان هي مدخل عام لصحة الجسد عموما، ولأنه الموقع بتاع الفم بتركز لنا أو بيفتح على 3 أجهزة مهمة جدا، اللي هي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فدائما بتظهر لنا أمراض كثيرة جدا جدا بتظهر عن طريق الأسنان. منها دائما الحاجة الشائعة أو الخطأ الشائع إنه الأسنان ما عندها علاقة بأي مرض، بالعكس هي بوابة لأي مرض. مثال إنه مثلا لو عندنا تسوس في الأسنان بيؤدي في الآخر بيؤدي إلى بيدخل مجرى الدم، ممكن يصل لنا القلب، يعمل لنا مشكلة في الأوعية الدموية في القلب، تمام، وبيؤدي لنا مشاكل في الصمامات، وممكن بيظهر لنا حاجة تاني. داء السكري عنده أعراض تظهر في الفم جدا، لأنه ارتفاع خصوصا السكري تايب 2 من السكري، بيكون عندنا ارتفاع في ضغط الأوعية الدموية لارتفاع معدل نسبة السكر في الدم، دي بتسبب لنا بيكون ظاهرة في الفم، بيكون عندنا نزيف في اللثة، بيكون عندنا تحرك في الأسنان، بيكون عندنا جفاف في الفم عموما. في ارتباط خصوصا النوايا بتاعت الأسنان عندها ارتباط وثيق جدا جدا مثلا زي ما نقول بالصداع النصفي أو بالجيوب الأنفية، لأن تفتح في الأكياس الهوائية العليا. ممكن تاني الأسنان العقل الفوق، فممكن إنها تأثر إنه ممكن يحصل لنا خراجات وتصل لحد الدماغ. فأهم حاجة الوقاية، وأهم حاجة إنه مهما لاحظت إنه في تغير في الفم مهما كان هو بسيط فلازم تزور طبيب الأسنان، يعني دي حاجة واجب لازم تزوره. فمثلا تاني عندنا الالتهاب اللثة الحاد بأثر لنا على الأسنان. مثلا عندنا من الأمراض ممكن تظهر تاني على الفم اللي هي هشاشة الأستوراتيس، اللي هي هشاشة العظام، اللي هي بيكون في سهولة في كسر عظم الفك، بيكون عندنا موبيليتي أو حركة في الأسنان، تمام. تاني مثلا التسوس بينتقل عن طريق مجاري الدم بيصل لباقي الجسم، وزي ما قلنا قبل إنه الفم موقع حساس جدا بيفتح للجهاز الهضمي، تمام. فمعناته إنه شنو الجهاز الرئوي، فمعناته إنه مهما كان بيصل لنا في الآخر ممكن تحصل لنا بكتيريا، تصل لنا تعمل لنا التهاب رئوي، ممكن تعمل لنا مشاكل في الهضم، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة جدا جدا. فلازم تعرفوا إنه الفم هو بوابة لدخول كل الأمراض للجسم، فدي حاجة مهمة جدا جدا لازم ناخد بالنا الحاجة دي. ولازم يعني بقول لكم الوقاية في الآخر خير من العلاج، فمفروض أنت تعرف مهما كان في تغيرات حصلت في الفم فلازم أنت تزور طبيب الأسنان، لأن ده بيكون بوابة لعديد من الأمراض عندنا، بوابة لعديد فعلا من الأمراض. فلازم نحن نكون مركزين في الموضوع ده وناخد حذرنا جدا جدا جدا. وعموما حتى لو أنت حسيت بأنه مثلا عندك جفاف في الفم أو عندك نسبة بتحت اللعاب قليلة، دي لازم تيجي الدكتورة أسنان، لأنه في الآخر ممكن تكون عندها علاقة بأمراض كمية ومنها السكري زي ما نحن ذكرنا. فلازم جدا جدا، لأنه أي خراج بيحصل في الأسنان أو في الأنسجة المحيطة له بيمشي مع مجرى الدم، ممكن يمشي للقلب، ممكن يمشي للكرين اللي هو الدماغ، ممكن يصل ينزل تحت في الجهاز التنفسي يعمل لنا التهاب رئوي. فنحن لازم نكون حريصين جدا انه نخلي بالنا من صحتنا، نخلي بالنا من اسناننا، ودائما نركز في الموضوع. وفي الاخر هي الاسنان مهمه جدا جدا حتى للحاله النفسيه، لانه اي انسان طبيعي مما يصحى من الصباح اوتوماتيكلي دائما لازم انه يعاين في مرايه وجهه، لانه في الاخر دي من الحاجات المهمه جدا جدا. فلازم ناخذ بالنا من كل الحاجات دي ونكون ان شاء الله، يعني زي ما بقولوا لازم نجي ماشيين في الموضوع ده ستيب باي ستيب. يعني انت من الصباح لو من صحيت لقيت انه في اي تغير في لون الاسنان، في اي تغير في رائحة الفم،
في اي مين بتتسوق مثلا في نزيف اللثه حتى لو كان بسيط، فاي حاجه لها المدخل بتاعه، فمعناته دي حاجه اب نورمال، فمعناته نحن المفروض نزور طبيب الاسنان نشوف بالضبط الحاصل شنو في الموضوع ده. وان شاء الله لنا لقاء جديد ودمتم بخير.